السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جيت لكم بفيديو جديد، وفيديو النهاردة هو طريقة عمل البسيمة. عارفة ان في ناس هتكون مستغربة شوية الاسم، بس هي ما بين البسبوسة والكيكة. شكرا جدا جدا لتعليقاتكم الجميلة اللي جات لي على فيديو الكولاج، ويعني حمستوني ان انا اعمل لكم فيديوهات زي كده تاني. بس قبل ما ابدا الفيديو بقى، متنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا بقى نبدا. معايا المكونات دي كوبايتين دقيق بسبوسه، ودي كوبايه حليب، وكوبايه زيت، وكوبايه سكر، وكيسين فانيليا، وكيس بيكنج باودر، وبيضتين، وكوبايتين دقيق. يلا بقى بينا نبدا ونشوف المكونات. اول حاجه هعملها هي ان انا احط السوائل دي في قلب الخلاط اهو. اول حاجه كوبايه اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده الزيت. كل المكونات دي يا جماعه بدرجه حراره الغرفه. بعد كده السكر، بعدين البيضتين، بعدين كيسين الفانيليا، هنضرب المكونات دي بقى كلها في الخلاط عشان ما يعملكوش صوت وازعاج. نرجع لكم دلوقتي بقى يا جماعه. نسيت اقول لكم ان انا بعمل شربات عباره عن كوبايه ميه وكوبايه سكر، وانا سايباه على النار اهو يتعمل، لان انا عاوزه الشربات ده يكون بارد عشان اول ما البسيمه تطلع وهي سخنه كده احط عليها الشربات على طول. يلا بقى بينا نشوف باقي احنا عملنا ايه. عندنا هنا دقيق البسبوسه، وده الخليط معانا جهز، وهنحط كوبايتين دقيق منخولين. وكيس بيكنج باودر. ورشة ملح. ده اساسي في اي حلويات، لازم يكون في رشة ملح مع السكر. وهنقلب المكونات دي كده كلها مع بعض، وبعدين ننزل بالخليط السايل. بسم الله الرحمن الرحيم. لقينا الخليط تقيل معانا كده، هنكمل بقى. هنخلط بقى المكونات دي كويس جدا يا جماعه ونرجع لكم. دلوقتي بقى يا جماعه هننزل البسيمه في قلب الصاج كده. انت حطيتي ايه يا ليلى في الصاج؟ دهنته زيت ورشه دقيق عشان ايه ما تلزقش البسيمه. هنفردها بقى كويس يا جماعه ونسخن الفرن، واما نيجي ندخلها اوريها لكم. اهي بقى شكلها يا جماعه بقى بعد ما فردتها في قلب الصينيه. دلوقتي بقى اجيب مرحله تسخين الفرن، هسخن الفرن واروح
اول ما يسخن هحطها واوريكم في نص السوا وفي اخر السوا. وكمان يا جماعة عايزين في ضمن المكونات لازم يكون في جوز هند هنزين بيه. تمام، هرجع لكم بقى بعد ما تخلص. وده تعالوا اوريكم الشربات بعد ما خلص. الشربات بتاعنا اهو يا جماعة بعد ما خلص، تقيل وجميل. نشوفكم بقى بعد ما سخن الفرن. دلوقتي بقى يا جماعة احنا قاعدين في انتظار البسيمة وصل بعدها معايا ورا اهي. بصوا بقى انا هخلص البسيمة واوريها لكم وانا بحط عليها الشربات. وشكرا يعني بصوا بشكركم من كل قلبي على تعليقاتكم الجميلة اللي جات على فيديو الجلاش. انا قرأت التعليقات كلها يعني كويسة جدا وحلوة. دلوقتي بقى يا جماعة تيتا وسلمى هيدوقوا البسيمة اهي. يلا دوق وقولنا ايه رأيكم. سلمي على الناس الاول يا ست. سلام عليكم. سلام عليكم، وحشتوني من يوم هنا ما سافرت وانتوا ما بشوفكمش. كل سنه وانتوا طيبين، ربنا يخليها اللي عرفتني بالناس الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يسعدك يا ليلى انت وسلم. اللهم صل على النبي. يا رب كل واحدة شاطرة كده تعلم عيالها وعيال ابنها وعيال بنتها. يا راي اللهم صل على النبي، بيعملوا كل حاجة. اهي مش عارفة اشيلها بالمقصوص بالشوك. اللهم صل على حضرة النبي. كبروا وبقوا صبايا وهم بيعملوا كل حاجة وريحوني. تعبت معاهم وربيتهم وتربيتي قد الفايدة اهي. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يا ليلى انت وسن. حاسوة في عيني اللي ما يصلي على النبي. الله ايه رأيك يا سلمى؟ عفوا حسن، حسن يا ليلى تسلم ايدك. تسلم ايدك والله طعمها جميل. يا بخت اللي هتخش داره، يا بخت اللي هيخب. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب يبارك لابوكوا فيكوا يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم اصلح حالنا وحال المسلمين يا رب. كلمي يا سلمى. اللهم صل على النبي. يا رب يبارك لابوك وفيك يا اولاد رضا. الله اهل الحلاوه دي يا ليلى انت وسلمى. اهل الحلاوه دي الشطارة حلوة. الواحدة ما تشطرش نفسها وتسيب عيال ابنها وعيال، لا
تأخر نفسها وتقدمهم في كل حاجة، في الصغيرة في الكبيرة، في الوحشة في الحلم، تمد ايديهم في الشغل كل حاجة تقول لهم اعملوه، وهي ما تكسكس نفسها ولا خالص. لا يشرفوهم. يشرفوهم ويشرفها ليه، يشرفونا ويشرف نفسي. العيلة تتجوز صغيرة تشرف نفسي، تتجوز كبيرة تشرف نفسي، تبقى شاطرة وشملولة في بيت جوز. بتحبك يا سلمى كل سنة. يلا سعدك يا سلمى، يلا سعدك يا ليلى انت واخت. الله ابوكو ده ال المسلمة دي؟ ده اهي؟ ايوه. يا نور النبي رأيك فيه؟ الله الله الله. اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. عشتوا يا ولاد رضا، عشتوا. شكرا يا سلمى، شكرا يا ليلى. كلمي شويه يا ست، طول الفيديو. ما انا بطول. اللهم صل على النبي، اللهم صل على حضرة النبي تم ويبارك يا رب، يبارك فيكم يا ولاد ابني. اللهم بارك فيكم يا ولاد ابني. الله. ازيك يا هناء، عامله ايه؟ زي كده بتاع، شوفوا العيال زاد عاملين حاجات حلوه وحاجات منعه وشاطرين وبتعيد. اللهم صل على حضرة النبي. حلاوه. يلا بقى نقفل الفيديو. أيوة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بشير ولايك واشتراك في القناه. مع السلامه. مع السلامه.